من المسائل أيضا جمع الصلاتين للمريض، جمع الصلاتين للمريض. من الآن خرجنا في الكيفيات كلها، ندخل المسائل عريضة. جمع الصلاتين مريض، إنسان مريض، هل له أن يجمع الصلاتين؟ من شق عليه الصلاة بسبب مرضه، من شق عليه الصلاة كل صلاة في وقتها، أو يكون من شق عليه ذلك كل صلاة في وقتها بسبب مرضه، هل له أن يصلي عن الصلاتين أو ماذا؟ الجواب: له أن يجمع الصلاتين، له أن يجمع الصلاتين، يصلي الظهر والمغرب، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، سواء يصليهن في بداية يعني، ويكون طبعا من الصلاة فيها خلاف بين العلماء، لكن ربما يعني الأحوط في المسألة أن نقول يصلي الظهر، يأخر الظهر إلى آخر وقتها، يصلي الظهر آخر وقتها، خلص مصلي باقي دقيقتين ثلاث دقائق أذن لصلاة العصر، يصلي العصر، كذلك يفعل في المغرب والعشاء. هذا من باب الأحوط. لماذا من باب الأحوط؟ يعني ما قلنا مثلا إن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، ويصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب وفي وقت العشاء. لماذا؟ لأن هذه المسألة التي هي يسميوها الجمع الصوري، ذكروها الجمع الصوري، قلنا ما حرعة صورة، كلهم تشملهم الجمع الصوري، وهي صورة صورة جمع لكن ما جمع. لماذا؟ لأن هذا الصاحب الذي يصلي ما مقول أين، ما في السفر وإنما في الحضر. لو كان في السفر، لو قلنا مثلا كان العلاج يعني عالج مثلا في شيء من الدول، هنا ما شيء مشكلة، يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء، هي تقديم وتأخير لأنهم يصلي سفر. لكن الذي موجود في الوطن، الذي موجود في الوطن، نقول له من باب الاحتياط الأفضل أنك تأخذ برخصة بماذا؟ بالجمع الصوري.